تسمع في كابوتشينو على كاب اف ام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. يا صباح النور، صباحكم فل وياسمين، نهيركم زين، توكلوا على ربي، الناس اللي شادين الطريق ماشيين لخدمكم ان شاء الله ربي يكون في عونكم يا ربي، الناس الكل، وان شاء الله نهير الرزق والسعاده والفرحه والصحه للجميع. خليوا ثقتكم بالله كبيره وقولوا يا ربي توكلنا عليك. ان شاء الله نهيركم زين. علي المديني في الاخراج والاخراج الرقمي، مرحبا ليكيب الكل، اهلا وسهلا. سي سفيان صباحك نور وفرحه وسعاده. اي عايشك ان شاء الله، نهاركم دقله وحليب، ان شاء الله جمعه مباركه على الناس الكل. امين يا رب. هذا اخر جمعه في العام 2029، ان شاء الله 2024 يكون خير ويكون بركه على التونس الكل، وان شاء الله الجيل امتار والخير والخمير. اقصدوا ربي مازال هاي الخدمه، لا مازال هاي الخدمه يلزمنا نخدم. جديد 3 أيام عطله، الناس كل اللي باش يروح البلاد، اللي باش يحتفل، اللي باش ياكل الجاتو وغيره، يلزم تفكروا اللي ثما ناس مساكن تاور قنابل خالت تهبط فوق رؤوسهم. وبالتالي نحمد ربي ونقولوا نتبسموا الصباح. الطرقات الحق ثم مشاكل كبيره هالنهارين باعتبار معناها موسم وغيره، سيسوا رواحكم في ثنيه، وقتوا ربي واسمعونا تاخذوا اخبار تونس العميقه الامتاع والمؤانسه. اكيد جدا. شوي اخر زاد باش نقولوا مبروك، عنا اسطول جديد في الحافلات في نابل، تنقدموا لكم شوي اخر التفاصيل الكل اللي قاصد ربي، تنقدموا لكم شوي اخر التفاصيل. خلينا نعملوا تصويت، طلع على حاله الطقس. باش يتوصل الطقس مغيم جزئيا باغلب الجهات اليوم الجمعه 29 ديسمبر 2023. ديما نرجعوا للمعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبه لدرجات الحراره، باش تسجل استقرار وين باش تتراوح القصوى ما بين 15 و19 درجه، توصل حتى ال 21 درجه باقصى الجنوب. بالنسبه للريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه فمعتدله من 10 توصل حتى ال 25 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للبحر باش يكون شديد الاضطراب. هذه حالة طقس البحر شديد الاضطراب. سي سفيان، الوضع العام نجم نقولوا هادئ شويه في تونس الان، ماهو شديد الوضع العام؟ انا الطقس انا الكل اقتصاديا وسياسيا اي طبعا خير شويه الحق السنه، ثم نوع تقول انت من الاكاديميه معناها، ثم ما تشاش لو ليسونس والغاز وغيره، ما زادش من نوفمبر العام اللي فات التوا، جات مؤشرات اقتصاديه باهيه الى حد ما، خاصه نتاع الصيف نتاع السياحه ولا ليل سيزون باهيه، وموارد التونسيين في الخارج خلصنا كذلك الديون نتاعنا في الابان على عكس دول اخرى كما اثيوبيا ولا مصر ولا غيره. وفي نفس الوقت معناها ان شاء الله 2024 نرجعوا الى الانتاج، لكن هذايا ما هو الا كما كي تقول الانسان مريض بين نكستين تفرهد شويه، معناها ما نقولوش راهو سبعة كبيرة. وزاد المواطن زاد يقول لك انا الارقام هذه تعنيني وقت اللي نمشي نشري نلقى حاجات في قفتي تعنيني. فوالا توا الخضره والغله السنه سافا في السما نتاع البلدان، كذلك الامطار اللي جات خلت الخضروات موجوده بشكل باهي، لكن لو ثم مازال غلاء معيشه صحيح. حتى كان يقولوا الانفلاسيون، نقصد الانفلاسيون هو كي يقولوا التضخم، لو هو كلمه هكا سافونت شويه شويه قب علوم الكلمه هذه باش يحكيوا على غلاء المعيشه. اما راي في المواد الغذائيه غاليه. غاليه يعني برش. زادت معناها اليوم اللحم ما يهبطش على 42 43 دينار. صحيح باهي، ثم حاجات تساعدت الحمد لله تو كيما الطماطم والا باغ اكزومبل الدجاج والعظم وغيره. ليه حتى العظم حتى تعدى معنا رئيس منظمه ارشاد المسترك سلوت فريحي، فما شكون يبيع فيه ب 15%، رغم انه متسعر، ولكن المده هذه نظرا للطلب الزايد على الجاتو وعلى غيره وعلى غيره، اللي بيدوا المرتبات نلقاها نقصت على العام اللي فات ب 20%. صحيح، ثم مشكله، وثم ناس ديجا حتى الاحتفاليات ماهيش هي السنه كما العاده. احنا في فتره صعبه صحيح، معناها الوضع لو نسبيا باهي لكن ينجم معناها يتدهور. الان يلزم عمليه الانتاج ترجع والتوانسه يرجعوا يخدموا، ثم مؤشرات باهيه، ثم يقولوا فرنسويا في خميسمون، يعني ثم نوع من الارتعاش الاقتصادي لاباس به، لكن يلزم يتعمق هذايا سنه 2024 خاصه في الميزان التجاري. لو شوف اول حاجه لازم ننتج السنه، اذا كان انت معامل على 5 مليون طن فوسفات ومعملت كان 3.2 مليون طن، معناها خسرت تقريبا 2 مليون طن. 2 مليون طن احسبهم انت التونات واحده ب 250 دولار يعني 800,000، يعني 2 مليون طن يعطيوك معناها
تقريبا مليار و 1600 مليار بالمليمتر، فهمت؟ دونك تخسرهم انت هكاك مشكله كبيره. يلزم نرجعوا ننجو، يلزم نرجعوا نخدموا. التونسي خدام في كل قرية يحب يخدم، ولكن يقول لك ما لقيتش باش نخدم. يقول لك ما لقيتش باش نخدم، وزاد عمليه الانتاج مخترعه، ما تلقاش وسائل. تو مثال الفوسفات شي مشكلته هي نقل الفوسفات من قفصه الى قابس. الشركه الوطنيه شكك الحديديه مش قاعده تخدم. دونك والكاميونات ما ثماش، كاميونات شدتها المافيا قبل، والدوله ما لقاتش الحل باش تهز. دونك ثم مشكله، بخلاف بيان سور المافيات وغيره. اما يلزم اليوم نوفروا وسائل جديده باش بالحق نخلوا. انا كي نشوف الارقام تاع ثلاثه بلدان هالنهارين قعدت باهت فيهم اللي تعاملوا مع صندوق النقد الدولي، اللي هي اثيوبيا، اللي هي قالت مانيش باش نخلص الديون نتاعي وطالبه توا 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مصر اللي عملت التعويم ووحدت وحده كبيره، ومؤخرا البارح ثم مظاهرات في الارجنتين، يعني 300 اجراء ضد الاقتصاد الاجتماعي وغيره، ماخذهم ميلاي هذا الرئيس الجديد باملاءات من صندوق النقد الدولي. معناها نقول ردوا بالنا، معناها الوضع ماهوش ديما توانسه سنة دخلوا ياسر فلوس توانسه في الخارج. شكون قال لك عام جاي يدخلوا؟ السياحه سنة عملنا 9 ملايين و600 الف سائح، تقريبا 10 ملايين توا حتى لاخر العام. شكون قال لك؟ خاطر تقع اي ازمه في العالم تتاثر السياحه. صحيح، انا اكترافيت حساس جدا قطاع السياحه. دونك عصفور في اليد خير من عشره فوق الشجره. لازم ترجع عمليات الانتاج اللي عنده قدره تشغيليه ومنطقه قدره تصديريه، وفي نفس الوقت تخلق ثروه، لانه الثروه باش نقسموها بشكل عادي لازم تتوجد. اذا كان هي مش موجوده صحيح نقعدوا هذيك المشكله كبيره. صحيح. كي نرجعوا سنه 2023، سنه الافراط في الاقتراض الداخلي ونجاح غير مسبوق في سداد الديون الخارجيه، هذا من بين عناوين الصباح في عددها الصادر اليوم. شوي اخر تنعملوا طبعا جوله اخباريه كامله. هذا اكيد باش ياثر اكثر واكثر سي سفيان، كي نلقاو اللي الافراط في الاقتراض الداخلي، ولكن في المقابل نلقاو نجاح في تسديد ديوننا بالخارج. تسديد ديوننا بالخارج حق ثم نجاح كبير. نجم نقولوا خلصنا ديوننا الكل. يعني هنا في ديسمبر خلصنا من كل العكس غير. لكن ما تنساش وانه نسبه الديون الخارجيه قاعده ديما مرتفعه. صحيح. قبل تونس كيفاش كانت تخدم؟ يعني من عام 61 خلينا اللي عملوا المخطط حتى عام 2008، تونس كانت كل عام 30% من الناتج المحلي الاجمالي يمشي للاستثمار، و20% 22% تلقاها ادخار. وبالتالي ادخار وطني كي تقول 20% من الناتج المحلي الاجمالي هو توا 140 مليار دينار. 20% يعني حاجة مهمة جدا، يعني تقريبا 30 مليار دينار. 30 مليار دينار كي تحط خاطر هذاك اللي باش يعطي الاستثمار. إذا كانت يتحقق نسبة الادخار مرتفعة، معناها الخارج باش يجي كان ب 30% في حدود 30%. فهمتني؟ دونك من الموارد نتاعك. ويلزم كذلك بحسب المعايير الكل في العالم ما يلزمش الاقتراض الخارجي يفوت 45%. 45% احنا توا الاقتراض الخارجي واصل 57%، والاقتراض الداخلي والخارجي واصل 79.89%. يعني هذايا ارقام الميزانيه نتاع 2024 وبالتالي مرتفع. فهمتني؟ الادخار الان في 13%، كان قبل 22% هبط 8-9%، توا 13-16%. يلزم الادخار يرجع، ويلزم نسبه الاستثمار ترجع. توا نحقوا نسبه الاستثمار نتاع 13.5%، بدلاله وانه كي عملوا مخطط تنميه 23-25 عملوا له 38.2 مليار دينار، اللي هو تقريبا 27-28% من الناتج المحلي الاجمالي، لكن على عامين. على سنتين. على عامين، فهمت؟ دونك في العام عندنا 13 مليار دينار. شوي دونك الإشكالية على هذا المستوى هي تقوي الاستثمار الداخلي وتقوي كذلك الادخار الداخلي، تقوي المخرج الشرائية. شنو تقعد تابع الخارج. البلدان قدموها، مصر قدموها على أساس أني عز بلاد وعملت مع صندوق النقد الدولي، ولا أثيوبيا اليوم وحدين. مصر خسروا ربع متاع الناتج المحلي الإجمالي بتعويم الجنيه. دونك اليوم يلزمنا نلقاو حل. الاقتراض الداخلي باقي خاطر لقاء ومضمونه، اما الاقتراض الخارجي مشكله. معناها تولي خاطر باش يعطيك اقتراض يشرط عليك حاجات كما عاملين في الارجنتين. يقول لك نحي سبيطارات، نقصي من القطاع العمومي، عندك ياسر تغطيه اجتماعيه، عندك ياخذ شهري ما جيتش في الشهري.
اذا كنت تقبل شروط وتدخل في مشاكل داخليه اصطدامات اجتماعيه وحاجات كما هيك. دونك الحق اليوم حلقه شيطانيه، يلزم نلقاو الحلول، ويلزم كذلك نرجو الى الانتاج بشكل كبير، وكذلك نعرف كيفاش نتعاملوا مع الصادرات نتاعنا. الصادرات نتاعنا خاسرين مع الجزائر، مع ايطاليا، مع روسيا، مع الصين، ومع تركيا. مع شكون ربحنا؟ الجزائر وايطاليا مفهوم، ولا روسيا بترول. تركيا بدات تتعدل الان، لكن الصين راهو نجيبوا في نابورت كوا كي سامي مارتيكل دو باري، ولا نجيبوا كلاست، يجيبوا نابورت كوا، يبيعوا في بلا حق، وما ثماش اتفاقيه ديجا، معناها ثم اشكاليه كبرى، وبالتالي عندك مشكله اختلال. رانا رابحين مع فرنسا، رابحين مع المانيا، رابحين مع انجلترا، رابحين مع بلجيكا، رابحين مع الناس الكل. جا سنة حاجة باهية اللي هي زيت الزيتونة والدقلة وكذلك غلال البحر، معناها الحوت وغيره. الحق الصندوق هذاك باهي الغذائي، يأثر في الصندوق العام، لكن يبقى ديما أنت خاسر. هذه كل شهر تخسر تقريبا مليار فاصل 5 مليار دينار، معناها مليار ونص دينار في الميزان التجاري، خليك توفى العام تقريبا 18 الى 20 مليار دينار عجز في الميزان التجاري. مشكله انسان ياكل من غير بحال، مشكله. دونك كيف ما تونس يرجع يخدم، انا روح كيما قلت فلاح كله يخدم، لكن ثم معدل الاعمال التراكتورات في تونس اليوم 30 35 سنه. كيفاش باش يخدم الفلاح تراكتور ولا نعمله بتاعه هكا؟ دونك ثم اشكاليه، معناها تعطي مشكله بتاع انتاجيه كبيره. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله يفهموا ويعملوا التنميه، وخاصه التنميه في الجهات باش ترجع تخدم. تو نحكيو على الجهات وغيره، قبل كانت التنميه موجوده في عديد المناطق تاع البلاد، تو قالت في بعض المناطق تحصلت في بلايص بلايص ولا تحصلت في مناطق معينه، واللي فيها تنميه المفروض نعملوها ما نعملوهاش. يعني مش معقول فوسفات شنو تعمل كانت سنين، وقت اللي انت عام 2010 عملت 8 و2014 عملت 5 ولا قداش، معدل يعني العشريه تعمل 4 والسنين تعمل 3.2، ثم مشكله كبيره، ومشكله فيها الفساد، وفيها كذلك اهتلاء التجهيزات، وفيها كذلك نقل بتاع الفوسفات اللي ماناش قاعدين نستغل فيه كما لازم. لازمنا نعاودوا برشا حساباتنا. يظهر لي سي سفيان بسهولة ثم فاقونا مثال اخر معلومه نقلها لي واحد مسؤول كبير الجمعيه فت، يعني ثم في المزيد يظهر لي ثم زوج نوع من الفاقونات جاتو، جاو بدلوا اسم ورقم تاع فاقونه، جابوا فاقونه ما تدخلش المينا هكا، ولاو الفاقونه اللي جابوها الجديده تقعد في الباب، ويدخلوا القديمه تمشي تجيب الفوسفات، ومن بعد يعملوا ترونسبورتمون في الجديده، وحتى بالجديده ما تهزهاش الجيبس يقعد غاديك. فهمتني؟ وقالوا هل نبدلوا الفاقونه ولا نعاودوا خيتو باش تعاود تحفر المينا؟ مش تعاود تحفر المينا. دونك باش يوريك اللي ثم زاد فساد. وكذلك الشركه التونسيه للنقل الحديديه اس ان سي اف تي مش قاعده تضمن في نقل الفوسفات. ثم مشاكل كبيره. ثم مشاكل متداخله فيها عديد المعطيات، يلزم التركيز عليها المساله هذه، والشركات الوطنيه ترجع تخدم. سينو باش تقعد في حلقه مفرغه، الدوله يلزمها توفر الحليب والقهوه والتاي والخميره والسكر للعباد، وتجيب فيهم بفلوس غاليه، وسوق عالميه هاي حروب هاي مشاكل مش مضمونه السوق العالميه. فوالا دونك ما تنجمش تعيش اقتصاد اكترافيلتي، ما تنجمش انت حتى بحياتك الخاصه تبني حياتك على حاجات جايتك من برا، لازم تبني حياتك على طاقتك، لازمك تخدم صحيح. اكثر من اللي تستهلك، ولا صحيح احنا نستهلك اكثر من اللي ننتجو، هذه المشكله. تصور الانسان يصور 100 دينار وكل شهر يصرف 200 و250، باش تلقى بيان سور المدينيه واللوسي والبنكه تجري وراه، ومن بعد قضايا في المحاكم، ما تنجمش تعيش ولوسي وتمويل. وي وي صحيح برشا كلامك، لازم برشا حسابات حتى في رواحنا يعني. يعطيك الصحه سي سفيان. نرجعوا شوي اخر كما قلنا في جوله اخباريه، شوي اخر موجز الاخبار. يلا سايس روحكم اللي شادين الطريق لنعاودها. Cappuccino.